السلام عليكم. رسالة إلى أهلنا في السودان، لكل سوداني وسودانية. هل تعلمون ما الذي يجول بخاطرنا عندما تذكر السودان أو السودانيين؟ نذكر دماثة الخلق، نذكر حسن التعامل، نذكر تمام الأدب، نذكر الثقافة العالية، نذكر أننا وجدنا الكرم الذي نسمع عنه واقعا. أنتم أحييتم سنة الخليل عليه السلام، كان إبراهيم عليه السلام يقطع الأميال حتى يأتي بضيف. نرى ذلك في السودان بالذات في شهر رمضان، يخرج السوداني من بيته يبحث عن ضيف يأتي به ويكرمه. هذا أنتم وهذا ما نظنه فيكم. في أوائل الستينيات قررت جامعة الدول العربية أن ترسل قوات لحفظ الحدود الكويتية، كان من أوائل ما وصل قوات السودانية. في عام 73 حرب أكتوبر تقريبا كل الدول العربية شاركت في هذه الحرب إلا السودان، كانت بالأصل موجودة من عام 67 وشاركت القوات المصرية في حرب الاستنزاف. اليوم اللي نعيشه في الحد الجنوبي في السعودية شاركت كثير من الدول العربية والإسلامية، تشارك القوات السعودية والخليجية، وأيضا كان من أوائل من وصل وحضر السودان. فجزاكم الله عن الأمة كل خير. في سلطنة دارفور داخل السودان كان السلطان علي دينار رحمه الله قد أنشأ مصنع لتزويد الكعبة المشرفة بالكسوة، وظل يكسو الكعبة لمدة 20 سنة. فجزاكم الله عن الإسلام كل خير. لو أردت أن أتكلم عن علماء السودان لأخذ مني ذلك وقتا طويلا، حيث أن القائمة طويلة جدا، ولكني سأكتفي بذكر عبد الله الطيب الشاعر الفقيه الورع المفسر العظيم رحمة الله عليه. لو أردت أن أتكلم عن الطب لخطر ببالي مباشرة التاجي الماحي الفيلسوف الطبيب العالم الذي وضع أسس للطب النفسي في قارة أفريقيا كلها. للعلم هذا الرجل تولى أيضا رئاسة السودان في مرحلة انتقالية، وهذا يجرني لشخص آخر. لو أردت أن أذكر الحاكم العربي الوحيد الذي خرج من السلطة طوعا لذكرت السوداني عبد الرحمن الذهب، عبد الرحمن سوار الذهب أيضا رحمة الله عليه. صارت انتفاضة في السودان فتولى الجيش مقاليد الأمر، وكان وزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الرحمن سوار الذهب، فقال أمامي سنة واحدة حتى تتجهز الأحزاب ثم سيقيم انتخابات، وبالفعل ترك الحكم بعد سنة. أما لو أردت أن أتكلم عن الأدباء والشعراء في السودان لأرهقني ذلك كثيرا، ولكن دعوني أحاول أن أذكر لكم بعض هؤلاء العمالقة. منهم من نردد جميعا أبياته المشهورة وقد لا يكون مشهورا بالاسم، الشاعر إدريس جماع أو كما يقال الشاعر المجنون، الذي قال عن حظه كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم، ثم قالوا اتركوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدون. وأيضا الشاعر العلم مرهف الحس غزير المعاني، بمجرد أن أردد أبياته من قصيدته الشهيرة ستعرفونه مباشرة. كم أناديك وفي لحني حنين ودعاء، يا رجائي أنا كم عذبني طول الرجاء، أنا لولا أنت لم أحفل بمن راح وجاء، أنا أحيا بغد الآن بأحلام اللقاء، فأتي أو لا تأتي أو فافعل بقلبي ما تشاء. هذه رائعة الهادي آدم الشاعر السوداني، أغدا ألقاك. ومثل ما قلت لكم القائمة تطول جدا من شعراء ودباء السودان. لا زالت السودان تقدم مثل هذه النماذج، لا زالت تقدم مثل هذه الحالات الاستثنائية من العلماء والفقهاء والأدباء، ولا ينكر فضل السودان إلا جاهل أو جاحد، ونحن والله لا ننكر فضلكم، ونقول دائما جزاكم الله عنا وعن الأمة كل خير. إن وقع من بعض سفهائنا شر فأنتم أهل الصفح، وإن لم تصفحوا فنعلم أن جناية السفهاء هؤلاء كبيرة. وعلى كل حال نرجع ونقول أيضا جزاكم الله خير.